شكلت والساقف جيلة قد ما مشت جيتكم الليلة لمن يسهر فقط راب على ضارب ولا الموسيقى الأخرى في ال بسيط واضح ليه ماهوش واضح ماهوش واضح أنت سايبيني خبر القلب لو كنت مرتك أنا بتتركني وتفيل يا بنتي دخيلك سايبين من لهنونا من هناك جيكي هلا هنونا من هناك جيكي ما دام هو اخويا بلاده ما عطاتوش وبلاده اللي شدتها قاعدين يسرقوا جيت عليه هو وقال ليه اما مش مشكل خلي يسرق خلي يسرق شكون اللي يساهم اكثر في ظهورك في كاريرك لطفي العبدلي ولا جعفر قاسمي ما نحبش قلت لك نتكلم خاطر فيصل صاحبي كان جيت فيصل مانيش صحاب انا وياه اليوم غازي يا اخي انا كفو كعب حلوه ما نحبش غازي انا نحبك ونحترمك على الاخر سياسي جاك ضيف حصة كاملة ما يغزر لكش متقلق من لبستك جندي أول في الطيران خرج من الجيش بعد ما تضرب في عملية إرهابية في المغيلة بلغم إربيجي وعنده نسبة سقوط في بدنه ب 35% خرج بعد 10 سنين خدمة عسكرية فيصل أنت متهم بأنك كنت بخط يدك تكتب المحمد بن عمار في تصريحاته وأنك تكتب البار شكرو نكريت في حستك نادم على الشيء هذا الشباب احنا سايبناه 10 سنين دخلنا في الحيط ماذا بيا الشباب يتعلم على خاطر احنا بيدنا كنا شباب احنا جينا ديريكت عمارنا توا هكا كنا بدينا سنة عايش خويا عايش ولدي صغير في الطيارة عمرك عديت وراك في الطيارة صدق الساعة يهدد فينا تو نخزروا لل 10 سنين ما تو استنوني في 10 سنين القدام تو سفرة الشباب يا انت سيبني خليك اسمع لحظة يا ودي ودي يهدد فينا انا خويا وحدي شان يوتيوب مش لاقي ونصور وحدي حد مع انا ديت شان يوتيوب الناس عاملة 18 سنين بعد باكو بطالة كل شان يوتيوب انا يا بلادي ليا انظري مش موصلني لهوني لا ما خلطنيش قاعد في داري رايد ترونكيل عام عدي حياتي قاعد ايش موصلني لهنا معناها قاعد نشوف انا في صحفيات اخرين يقدموا في السياسه ريتهم مش يلبسوا لهنا هل انت من اكتشاف لطفي العبدلي لا ماهوش لطفي اللي اكتشفت بعد بعض الاشهر سافر لفرنسا ما عادش تنشط برامج ممكن جي انت فنان تقول لهم 20 مليون واجا في النوار باش تخدم يخدمش يخدم ولا سي يخدم في سيرتو عنده عام ونص بطل عنده عام ونص ما خدمش انت كان جيت في بلاستو والفلوس قدامك وعندك اكسي تسرق ولا لا نسرق يحبوك ذليل وما يحبولكش الخير يحبوك ديما فقير وعايش تسوفري لمن يسهر فقط مع نوفل الورتيني الليله 9:15 متاع الليل على قناه التاسعه